مساك الحليم. 320 يوما وحمص عنوانها القتل والتهجير والحصار والتجويع والاعتقال والمجازر الجماعية. وبالرغم من تخاذل الأشقاء قبل الأصدقاء عن نصرة عاصمة الثورة السورية، فإن إرادة أهل حمص لم ولن تنكسر. صامدون بصمودك يا حمص. استنجد نظام الأسد اليائس المتهالك بحلفائه في القتل والتحريض على الطائفية من ميليشيات لبنانية تشابهه في الخروج عن كل أطر الشرعية والأعراف الإنسانية. وتوغل حزب الله في الأرض التي سبق واحتضنته واحتضنت أهله منذ بضع سنوات. توغل حزب الله في ظل تواطؤ الأجهزة الأمنية اللبنانية التي طالما رفعت شعار النأي بالنفس. وصمت المجتمع الدولي عن هذا التوغل. صمت بكل مؤسساته المصابة برهاب التدخل الخارجي والجماعات الدينية. وما زال المجتمع الدولي متخاذلا. تتدهور الأوضاع في حمص، ولكن أهل حمص لن يخذلوها. يجتمعون اليوم ثوارا ونشطاء من مختلف المؤسسات المدنية والتشكيلات العسكرية، يضمهم الإحساس العالي بالمسؤولية والحرص على حشد كل الطاقات والجهود على المستويين المدني والعسكري لأجل نصرة حمصهم، حمصنا الجريحة العديدة. هم تعاهدوا على العمل يدا بيد بكل الإمكانيات المتاحة، ويتوقعون من الأصدقاء والأشقاء من أصدقاء سوريا أن يلتزموا بعهدهم ليناصروا الشعب السوري وخاصة في حمص، وذلك عبر المؤسسات الرسمية التي اتخذت شرعيتها من الأرض السورية. هم يعتمدون أن يكون ذلك من خلال تقديم الدعم الإسعافي العسكري لفك الحصار عن حمص وتحريرها من الميليشيات الأسدية والميليشيات العابرة للحدود، كذلك الدعم الإنساني لمحافظة المنكوبة إغاثيا وصحيا واجتماعيا. ونطالب اليوم الجامعة العربية الدعوة إلى عقد جلسة طارئة لاستصدار قرار يلزم الحكومة اللبنانية بلجن تدخل حزب الله اللبناني وحلفائه في سوريا. ونطالب مجلس الأمن باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الدولية اللازمة لوقف تلك الاعتداءات والمجازر الجماعية التي من شأنها أن تؤثر على مستقبل السلم الأهلي في سوريا. نخاطب اليونيسف، نخاطب مجلس حقوق الإنسان في جنيف، فعليهم كلهم أن يقفوا أمام مسؤولياتهم تجاه الإنسانية. ففي سوريا نحن اليوم أمام عداد شهداء، عداد موت، ونحن نحب الحياة ونطوق للحرية لأجل حمص، لأجل سوريا، لأجل الإنسانية. شكراً.